مشاهدي الحالة، أنا أهلا بكم إلى هذه التغطية الإخبارية تأتيكم على الهواء، ونبدأها معكم بأهم العناوين. القوات البحرية تحتفل بتسلم الفرقات الفرنسية تحيا مصر بالأسكندرية، ومصر تتسلم الدفعة الثانية من صفقة المقاتلات الأمريكية F-16. وزير النقل يعلن تشغيل القطارات العادية والمترو مجانا يوم 6 أغسطس تزامنا مع افتتاح قناة السويس الجديدة. استشهاد رضيع فلسطيني حرقا وإصابة 3 من عائلته على يد متطرفين يهود، وجيش الاحتلال يغلق المسجد الأقصى في وجه المصلين.